معانا ممكن نحط وزاد. لا 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 وزاد ما تخافش يا استاذ، ما تخافش السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين والعالم العربي بخير وصحه وسعاده، المسيحي والمسلم برضه والعالم كله. من داخل بيت النمس، بيت النمس يا جماعه بيلقب ان هو الحيوان الناصح، حيوان اللي هو قاتل الكوبرا المصريه، الوحيد اللي يقتل الكوبرا المصريه وموتها من غير ما تموته، الوحيد اللي الحيوان ده ناصح يسرق الفرخه او البطايه ونهاري، على فكرة مش ليل، يسرق الفرخة أو البطاية بالنهار من عند بيوت الفلاحين أو الناس من غير ما يشوفوه، يسمعوا صوت الفرخة بتجري أو هي راحت فين أو جت منين وما يسمعوش غير صوتها، ويدوروا على الفرخة ما يلاقوهاش، يقول لك حد خطفها، إن هو النمس. دايما الناس تقول إيه؟ يا واد يا نمس، يا واد يا نمس ناصح، يعني هو مكار. شوفوا النمس وإحنا معاه في الأوضة وبنحاول نشاكله. يا جماعة النمس ده هقول لكم بس ايه، اطلع كده تعالى حاسب هو بيقعد يا جماعة ممكن يقعد وشال. لا 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 وشال، ما تخافش بس ما تخافش اهو. النمس يا جماعة اسمه ايه العلمي؟ هيبستس مانجوس، اسمه المانجوس، الاسم اللاتيني بتاعه اسمه المانجوس، الهيبستس مانجوس. حيوان ناصح، دايما لما حد كان يعمل حاجه ويقولوا له وحد يجي يقول له يا واد يا نمس، يا واد يا نمس يعني يا ناصح، النمس يتنمس. نهاري وليس ليلي، يعني تبقى بالنهار دول متجوزين، ده هو بيهاجمنا لان احنا دخلنا بيته. موجود منهم في العالم كله، في افريقيا وبعض الدول العربيه، يعيش في الاماكن الزراعيه، يولد في السنه مره واحده من 1 لـ 5 ممكن. النمس المصري يتلقب بنصاحه، مش شرس جدا، ياكل لحوم، ياكل تعابين صاحيه، ياكل ضفادع، ياكل فئران. هو لما ياكل الحيوانات اللي فيها الدمويه بيبقى هو زي مفترس، هو الغابه بتاعته كده، لو جينا نهاجمه كده يا جماعه بيزعل، هو زعلان دلوقتي في الصيف كده، هو زعلان. دايما في بعض الدول العربيه الناس بتربيه ويقلل، من حوالي بالظبط 70 سنه انا شفت جدي في سنه 87 88 كان مربي نمس زي ده صغنن، وكبر بقيت يوصلنا واحنا في البيت القديم، يوصلنا لحد الكوبري يمشي معانا، يركبوا العربيه والميكروباص ونمشوا، يروح راجع على البيت تاني مروح. النمس المصري يتلقب ان هو حيوان ذكي جدا وحيوان نهاري وليس ليلي، يعني هو مش بتاع ليل، صح يا بابا؟ صح؟ صح؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ بص مر، بص يا واد يا نمس، يا واد يا نمس، يا واد يا نمس. تابعونا وادونا لايك، وكل عام وانتم بخير، من داخل بيت النموس في افريكانو تربه.